متواضعة تماما يعني. كان أشبه بملاعب مدارس فيها كتير يعني، بتلعب بتروح تلعب أنت في ملاعب كتيرة، مش يعني قلت يعني يا دوبك في غرفة ملابس لتغيير اللاعبين، ويمكن غرفة معاهم للحكام، حاجات يعني بداية جدا، لأن الإمكانيات عندهم متواضعة جدا، وإحنا مش لازم نقصه على الدول الأفريقية. وأعتقد إن القرار برضو بتاع زيادة عدد الفرق ال 24 هتحتاج اللي أنت تتراجع فيه أو تدرسه من جديد في بطولات جاية مقبلة، لأن برضو العدد كبير على إمكانيات الدول الأفريقية. الدول الأفريقية يا جماعة متواضعة جدا، وإمكانياتها محدودة جدا، ولسه يعني مش عايز اقول لك الحياه البدائيه اللي فيها في اغلب الدول. هل حضرتك بتطالب بان البطوله تفضل ترجع 16 فريق 16؟ انا مش بطالب بكده، بس انا بقول لك الوضع الحالي للبلاد الافريقيه هيستدعي ان انت ترجع تاني، لان انت لو هتدور لما بقى هتدور ايه كل سنه كل بطوله هتم في ثلاث دول بس، مصر والمغرب وجنوب افريقيا، دول اللي يقدروا يستضيفوا 24 فريق. وهتشوف التجربه في البطوله اللي جايه في الجايه الكاميرون وبعدها كوت ديفوار، هتشوف يعني يمكن كوت ديفوار يمكن امكانياتها افضل شويه، لكن الكاميرون امكانيات متواضعه جدا، على مدار السنتين اللي فاتوا ما قدروش يعملوا لك البطوله، وكانت اصلا البطوله ديت محدده لها 16 فريق مش 24. هم زودوا لما سحبوا التنظيم من الكاميرون زودوا عدد الفرق، فاعتقد الامكانيات بتاعت الدول الافريقيه لسه بدري علينا اللي احنا ننظم كده. يمكن انا شايف ان مصر مش عايز اقول يعني ابهرت العالم، لكن في نفس الوقت وضعت الاتحاد الافريقي في مأزق كبير. طيب فنيا قبل ما نرجع نتكلم عن التنظيم وجمال حفل الافتتاح وختام البطولة وكل التفاصيل اللي الكل أشاد بيها، عايز أعرف أهم ملاحظات حضرتك عليها وكلها إيجابية، بعيدا طبعا عن أداء منتخبنا في البطولة اللي ما كانش على مستوى التوقعات، لكن على مستوى مشاركة 24 منتخب لأول مرة، هل ده فنيا أضاف للبطولة ولا أضر بيها المستوى الفني؟ على المستوى الفني اعتقد ان هو ما ضافش للبطوله كتير، لان دخلت برضو عندك مستويات من الفرق اقل شويه. يعني انت لو 16 فرق بتبقى مثلا المستويات العاليه موجوده فيها، لكن انت دي لكن ممكن نقول ال 24 فرقه بتدي فرصه للمنتخبات للكره الافريقيه اللي هي بيبقى في حاله انتعاش. يعني ممكن هنشوف التجربه دي لو استمرت هتاتي بنتائج ايجابيه في على الكره الافريقيه، لان القاعده عندك بتزيد. هل ممكن يعلى مستوى فرق ما كانتش بتصل للنهائيات ودلوقتي بقى عندها فرصه تشارك زي ما شفنا مدغشقر في بطولتنا مثلا؟ ممكن يكون عندهم فرصه افضل في المباراه اللي جايه لو استمروا. يعني المشكله ان انت عندك ايه في دول افريقيه بتطلع فجاه كده وبعدين تختفي. يعني انت عندك دول زي المغرب، زي مالي من الدول الافريقيه اللي بتقدم الكره حلوه قوي، الكونغو، لكن ما عندهاش خبره ازاي تحصل على بطوله. نفس الوضع للسنغال. يعني السنغال في عز افضل جيل ليها، جه سنه 2002 ما وصلوا النهائي كمان قدام الكاميرون، لكن ما قدروش ياخدوا البطوله رغم انهم افضل فريق. لان البطوله الافريقيه عموما ما بتحتاجش يعني بتحتاج الى جانب الموهبه والجيل الكبير، خبره البطولات ازاي تحصل على بطوله، دي مش متوفره في عدد كبير من المنتخبات الافريقيه الكبيره اللي احنا، يعني مش متوفره برضو في كوت ديفوار رغم انها قدرت انها تاخد بطوله، لكن متوفره في المغرب، متوفره في الكاميرون، متوفره في مصر، دي الدول المتوفره في كندا، دي دول عندها خبره ازاي تحصل على بطوله. طيب. الجزائر نفسها لو كانت هي لعبت البطوله ديت في بلد غير مصر ما كانش خدت ليها. ليه؟ لان هي مش كانت هتلاقي الوضع او يعني المعيشه بتاعت الفريق في بلاد افريقيه بتبقى صعبه جدا. يعني ساعات بتزهقك لدرجه اللي انت بتبقى عايز تخرج من البطوله عشان ترجع بلدك. بس احنا مش عايزين نقصه قوي على القاره الافريقيه كده يا استاذ عادل، لان في بطولات استمتعنا بيها اكيد ربما ما كانتش زي اقامه البطوله على ارضنا وبالشكل الجميل المبهر زي ما حضرتك قلت، بس شفنا بطولات في دول من قلب القاره السمراء وكانت ماشيه، ما كانش عندها مشاكل تنظيميه في كام نسخه الاخيره قبل النسخه المصريه من البطوله. هي بتبقى مثلا الجمال فيها اللي احنا خدنا البطوله، لكن حضرتك يمكن انا شفت انا كنت معايش معاهم في 98 في بوركينا فاسو. يعني لازم تبقى يعني كان الجهري الله يرحمه كان قافل على الفرقه بطريقه ان هو يعني مش عايز يخليهم الملل ده يتسرب جوه الفرقه، الملل من الجو بيبقى صعب هناك والرطوبه عاليه. انا مش عايز نفس برضه البطوله في الشتاء مع تغيير الاجنده هتبقى في الصيف بعد كده الناس قلقانه من الموضوع ده في انجولا نفس الوضع، يعني بيبقى في ظروف صعبه، يعني ظروف
عشان مش هتلاقي فنادق على مستوى اللي انت تريحك. لا دي انت مش هتلاقي ملعب تدريب. يعني انا بقول لك حضرتك انا عشت الوضع ده معاهم. يعني عشان تدور على ملعب تدريب كنت بتتعب جدا، وتعبت تروح يدوا لك ملعب ميعاد تروح تلاقي فرقه ثانيه متدربه. يعني في مشاكل كتيره في افريقيا، فلازم احنا مش عايزين نقص عليها، لكن برضو مش عايزين نقص عليها ان نحملها اكثر من فقط. طيب حضرتك اهم ملاحظاتك ايه بالنسبه للتنظيم بدءا من حفل الافتتاح وحتى ختام البطوله بعد مباراه النهائي بين الجزائر والسنغال وفوز الجزائر باللقب؟ ملاحظات حضرتك الرئيسيه على التنظيم واستضافه مصر للبطوله. لا ده التنظيم ده انا اضرب تعظيم سلام للدوله المصريه والقائمين على هذا التنظيم، عشان برضو نفرق التنظيم ده من الدوله المصريه بعيد عن اتحاد الكره خالص، لان لو اتحاد الكره كان هو المسؤول عن كل حاجه في التنظيم اعتقد انه كان هيبقى لنفس المستوى، نفس المستوى المنتخب الوطني. فالدوله المصريه وفرت كل الامكانيات، حضرتك ملاعب على اعلى مستوى، يعني شفت جمال وعظمه استاد القاهره، انا شبيت ان هو نجم حفل النهائي، يعني منظر جميل. يعني هو فعلا الناس كلها ملاحظتها سواء في الافتتاح او في الختام، ناس تقول الاستاد شكله يفرح، الاستاد شكله جدا جميل. حضرتك كمان لو دخلت من جوه شفت يعني زي اكنك بتخش في افخم الملاعب الاوروبيه، يعني ما تحسش بالملل، المطاعم موجوده، تنزهات موجوده، عايز تخرج بره تتمشى تعمل، يعني كل حاجه متوفره لك، دورات مياه متوفره. دي كانت من ضمن المشاكل اللي بنعاني منها في الاول، غرف ملابس على اعلى مستوى، الزونه، منطقه اللاعبين اللي تحت، كل دوت كان حاجه تشرفك. ده مش في استاد القاهره بس على فكره، كان في السلام، وكان في الدفاع الجوي، وكان في الاسماعيليه، وكان في السويس. يعني الملاعب، سيبك من الملاعب بتاعت المباريات، كل ملاعب التدريب، كل فريق ليه ملعب تحت امره يتدرب فيه، لو عايز يدرب الفجر هيتدرب الفجر. دي حاجات بطوله كبيره يا جماعه، احنا مش بنتكلم. يعني الدوله المصريه وفرت الامكانيات دي، والمعجزه في كل ده اللي انت عملت بطوله زي دي في 5 اشهر. يعني في بلاد كتيره بتقعد قبلها بخمس ست سنين بتعد ولسه ما خلصتش الملاعب بتاعتها. اعتقد ان احنا قدمنا رساله للعالم كله، مش لافريقيا، احنا كنا تحدينا مش بطوله افريقيه، عشان تبقى حضرتك عارف، احنا تحدينا اللي احنا بنقول للعالم كله اللي احنا نستطيع ان ننظم بطوله على اعلى مستوى، نستطيع ان ننظم بطوله كاس عالم 24 فريق، وعندنا الامكانيات اللي احنا ننظم 32 فريق كمان، عندنا الملاعب، بس عايزين برضو ايه يعني ثقه في النفس اكتر، وعايزين الكوادر الشابه نعتمد عليها. ودي هتبقى عايزه رؤيه في الفتره الجايه لبعض الامور. يعني بيقال دايما ان تنظيم واستضافه كاس العالم عايز الساعه الفندقيه، وهي موجوده عندنا من فئه الفنادق الفايف ستارز والسفن ستارز، لكن في فئات اخرى للقادمين من دول العالم المختلفه لمتابعه كاس العالم، شرائح الفور ستارز والثري ستارز دي مطلوب تبقى بمستوى معين، بمعايير متميزه. وايضا بيقال يا استاذ عادل ان المعايير الخاصه بالطرق والتحركات عشان الدنيا ما يبقاش فيها ارتباك نتيجه حجم الوافدين على الدوله في كاس العالم. بعض الامور دي عايزه ترتيبات في الفتره الجايه، يعني اكيد يعني رغم كل دوت ورغم الزحمه المروريه اللي عندنا، احنا ما شعرناش ان في زحمه في طبعا الكرة. لا مع كاس الامم لا مش اول مره، واحنا يعني عملنا البطوله بشكل رائع، احنا بنتكلم فيما هو قادم ان شاء الله. يعني لو فكرنا في احداث اكبر، يعني اسم ضمن الملفات اللي انت بتنظمها طرق المواصلات اللي عندك اكيد، لا والشغل بريه او سكك حديد او مطارات، الحمد لله احنا عندنا بنيه تحتيه نفتخر بيها، ودي لازم تتحسب للدوله المصريه حقيقي، عملت دور كبير جدا جدا جدا. النظام اللي كان معمود في التذاكر كان نظام يعني على اعلى مستوى، رغم ان الناس اشتكت منه لان لسه مش متعوده، يعني احنا لسه مش متعودين برضو لان نحجز عن طريق النت ونطلع الاي دي كارت بتاع لا طبعا اللي بقوله لحضرتك ده اللي الناس بتناقشه في الشارع لما بنتكلم عن طموحاتنا ان شاء الله في ترتيبات خاصه باستضافه وتنظيم كاس عالم مستقبلا ان شاء الله، هو ده اللي بقوله لحضرتك، لكن ملوش علاقه بالبطوله. البطوله كانت ماشيه عندنا بطوله افريقيا بافضل شكل ممكن اكيد، يعني وكانت مش مؤثره، يعني ما كانش عندنا اي نوع من اي ارتباك سواء في حركه مروريه او في تامين، الحاجات دي تمت على اكمل وجه. احنا بنتكلم فيما هو قادم، انه بيزداد عدد الفرق، بيزداد عدد القادمين أكيد. السائحين أكيد. القادمين من الخارج من كل انحاء العالم في البلد اللي بتستضيف كاس العالم أكيد. فدي بيبقى الفترات اللي جايه اكيد احنا هنشتغل على ده كمان في مصر ان شاء الله. الشيء الجميل كمان اللي خليك تشعر بالفخر الضيوف الكبار اللي هم جم وكلامهم عن مصر وحجم الاشاده بالبطوله، يعني حقيقي احنا مش بنتكلم كده عشان احنا انا مصري في البلد اللي نظمت، لا
انا بكلمك يعني حاجه مش كل مصري ده حق كل افريقي يفخر باللي تم في البطوله دي. يعني اعتقد ان الايجابيات بتاعتها كبيره جدا حتى في خروج المنتخب الوطني. انا شايف ان هو رب دار نافعه وايجابيه كبيره للكره المصريه ان هي تعيد ترتيب اوراقها جديد بدل ما كنا نتغش في مستوى مش بتاعنا ونوصل عن طريق يعني ضربه حظ او حاجه او محتاج. لا بالعكس انا شايف برضو ان خروج المنتخب كان ليه فوائد كتير على الكره المصريه. طيب هنتكلم عن ده فنيا. ايه تفسيرات حضرتك لخروج المنتخب مبكرا من البطوله بل وادائه اللي ما كانش مرضي حتى وهو بيفوز في مباريات المجموعه؟ لا هو اللي حصل للمنتخب ده انا توقعته من اول مباراه الافتتاح. اولا البدايه كانت يعني غلط، بدايه الاختيارات للقائمه اللي انت هتخوض بيها الامم الافريقيه بدايه خاطئه. ليه خاطئه؟ لان انت ما اخترتش افضل العناصر اللي موجوده عندك. انت اخترت فريق بدون دكه بدلاء بل بدون لعيبه اساسيه تقدر تستطيع لدي خبره الافريقيه. وبعدين اجيري كلامه كان غير متوازن. في الاول قال لك انا بعد فريق جديد من صغار السن ومش عشان كده استبعدت النجوم الكبيره. قبل البطوله حصل اختلاف في الفكر دوت ولقينا استعان بعدد من اللعيبه اللي هم عمرهم فوق ال 30. طب وانت سبت لعيبه تانية كانوا ممكن يفيدوك حتى على الاقل لو ما مش عايز تبدا بيهم، لا هيفيدوك على الدكه. اعتقد ان في اكتر من 10 لعيبه ما كانش ليهم يعني ما ينفعوش ينضموا لمنتخب مصر بدون ذكر اسماء، لكن كان في عناصر جديده بره ما اختارهمش كانوا ممكن يفيدوا او يضيفوا عناصر ليها خبره افريقيه كبيره كانت ممكن تفيد كتير. عناصر شابه حقيقي ما كانش مستواهم عالي في الدوري لكن اعتقد كانوا افضل من العناصر اللي هم خدهم الجهاز الفني او بالظبط يعني يعني هو جاب لنا لعيبه محترفين من بره ما بيلعبوش في انديتهم ما اضافوش حاجه للمنتخب الوطني. لا المنتخب كان خسر من قبل ما نبدا البطوله والقائمه الافريقيه دي يعني اللي اختارها لازم يتحاسب واللجنه لو في لجنه فنيه في اتحاد الكوره لازم تتحاسب اللي هي ما ناقشتش الجهاز الفني ازاي. يمكن هو لسه ما عندوش فكره او خبره عن اللعيبه المصريين او خبره البطولات الافريقيه اللي بياخدها الجهاز المعاون بكادر هاني رمزي ما اعرفش دوره كان ايه رغم ان هو خرج بتصريحات بعد كده. لا البدايه كانت غلط تماما في الاختيار القايمه. نيجي بعد كده تخش في المباريات شفت انت طب انت دلوقتي شفت اللي انت قبل قبل المباريات عايز ارجع مع حضرتك لاختيار اجيري والتعاقد مع اجيري بعد كوبر في ولا ما فيش تناقض من وجهه نظر حضرتك بين اكبر اجر واكبر دخل لاي مدير فني متولي منتخب من المنتخبات اللي شاركت في البطوله وبين مستوى فني من اقل المستويات الفنيه اللي قدمت في البطوله كان بيؤدي بيه منتخبنا الوطني رغم عوامل وجود نجم من اشهر نجوم العالم محمد صلاح وبعض المتميزين زي تريزيجيه والشناوي وغيرهم وعوامل الارض والجمهور والتنظيم والدعم الجماهيري والاعلامي وكل شيء. ايه حجم التناقض اللي شفناه ده وتفسير حضرتك له ايه بين اعلى دخل واعلى اجر واعلى قيمه تعاقديه ومستوى فني يكاد يكون من اقل 4 أو 5 فرق ادت في البطوله فنيه؟ ما انا بتحط علامات استفهام كبيره. يعني انت جبت مدرب وبتقول انت ما خدتش يعني ما تعاقدتش مع مدربين معينين لان اجرهم عالي قوي. في نفس الوقت انت بتقدم بالنسبه للمرتب اللي كانوا بياخدوا 108,000 دولار ده مرتب عالي بالنسبه للكره المصريه اللي انت تجيب مدرب بالسعر دوت. يعني انت جايب مدرب لو انت قارنته بالمدربين الافريقيين اللي هم افضل منه يعني اعتقد ان ال 24 23 مدرب في الفرق اللي هي افضل من اجيري على الاطلاق. يمكن اللي بيزاد في السوق بتاعه اللي بيتساوي معاه ألان جيرس اللي هو المدير الفني لتونس كان في انتقادات شديده للاداء يعني حتى يعني انا ما اعرفش واحد عنده لعيب زي علي معلول وما يستعانش بيه. علي معلول ده انا بعتبره من افضل الزر الايسر اللي جابته الكره التونسيه على الاطلاق. يعني لعيب بيدي لك حلول كتيره قوي سواء دفاعيه ومؤثر جدا كمان مع النادي الاهلي مؤثر جدا لما بيكون في الملعب وبعدين تشوف البديل اللي هو بيلعب مش على المستوى يعني بتفكر في كده.
هنرجع لاجيري تاني، مين اللي اتعاقد معاه؟ تبص برضو تلاقي ايه دلوقتي الاختلافات بقى، اول اولا في اتهامات ان في عمولات، في سمسره، في حاجه دي حاجات ما بتطرقش لها لانه انا بالزبط. يعني انا يعني ما بتطرقش الا الى معلومه الا لو كانت يقين يعني بالزبط. دي حاجات تحسمها اي تحقيقات بتجرى، لكن انا بتكلم على الرؤيه الفنيه، الشبهات بتدي لك اللي فيها، فدي تيجي يعني ولا عضو مجلس اداره في حجم حازم امام كان من ضمن الناس اللي هم مرروا عقد اجير، وفي نفس الوقت بعد الوقت يقول لك لا انا مش مسؤول، المسؤول هنا بوريرة. يعني في الاختلافات في دوت، وكل واحد بيرمي التهمه على الثاني، يحسسك ان ايه، ان في حاجه مش حلوه مش هنتكلم عليها في جهات تحقيق. طب هل يستحق الاتحاد الكره ان الدنيا اتقلبت عليه من وقت ما خرجنا قدام جنوب افريقيا وخسرنا في دور 16 1-0 وخرجنا من البطوله او ودعناها مبكرا؟ الدنيا اتقلبت على اتحاد الكوره، وحضرتك شفت حجم الانتقادات في الاعلام الرياضي والانتقادات الجماهيريه وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، هل الكلام ده مستحق؟ هل الكلام ده يستحقوه؟ هل ادائهم كان سيء لهذه الدرجه، ولا احنا بنبالغ احيانا وبنحملهم امور قد تكون مسؤوليه بحته للاعبين انهم ما اجتهدوش كما ينبغي والجهاز الفني؟ لا احنا مش بنبالغ، احنا للاسف بننسى. هقول لحضرتك حاجه، اتحاد الكره مش سيء من الدوره الافريقيه دي، لا ارجع بقى من كاس العالم، ارجع شوف ايه اللي حصل في روسيا وايه اللي تم في روسيا وايه اللي حصل مع في معسكر المنتخب الوطني فيها وايه اللي حصل وايه الانفلات الكبير اللي احنا مش متعودينه. لعيب الكره لو ما عرفتش تسيطر عليه في وقت البطوله مش هيدي لك حاجه، عشان تبقى انت عارف لازم اللعيب يكون مسيطر في دايره محكمه بعيدة عن التيارات الخارجية تماما، يبقى كل فكره وتركيزه كرة قدم ومباريات وتدريب فقط لا غير. لو خليت له دخلت له أي حاجة تاني خلاص انسى ان هو يديك حاجة. الانفلات جه من روسيا وقبل روسيا كمان، لكن كانت احنا وصلنا لكأس العالم يعني فرحتنا غطت او خلينا نغمض عن حاجات كتيرة، رغم ان البلاوي اللي حصلت هناك ورجعنا ورئيس الاتحاد عمل مؤتمر صحفي بعد ما رجع من روسيا، لكن الامور اتطفت تاني. فاتكررت بقى مره تانيه لما جه الفشل الكبير، لان لما تفشل في كاس العالم مش هيبقى عليك لوم قوي، انت كان كل همك او كل هدفك في كاس العالم ان انت توصل ضمن ال 32، لما تحقق بعد كده توصل لدور ال 16 يبقى انت حققت انجاز، لكن الوضع بيختلط الامم الافريقيه. بطولة الأمم الأفريقية مطالب إن أنت تحصل على بطولة، لو أنت مش هتلعب على البطولة يبقى أنت فاشل ذريع. اللي حصل بقى في تخش على المعايير في اختيار، نخش على المعايير بتاعت اختيار مش اللاعبين، الأول الأجهزة الفنية، الجهاز الفني والإداري للمنتخب، مدير المنتخب، كل الحاجات دي تحس إن إحنا ما بنعملش معايير. إحنا المعايير عندنا محسوبيات ومجاملات وعلاقات، كل ده بيجي لان اللي فشلوا في روسيا هم برضو هم نفس العناصر اللي سببت في الفشل في افريقيا. هل حضرتك بتقول انه كان لابد من تغيير شامل في الجهاز أكيد، ليس فقط انهاء التعاقد مع كوبر والتعاقد مع مدير يعني فني؟ يعني مثلا لما تمسك على مدير المنتخب مش لازم يكون في معايير محدده كده وخبراته وبتاع، يمكن ولا انت بتجيب واحد علاقتك بيه كويسه بيسمع كلامك بيسرق امورك، ليه علاقات مع دوت بيعمل بيزنس كده في حاجه. لا انا مش بتكلم برضو على، انا بتكلم لازم يكون في معايير واضحه، يعني لازم لما يكون في مدير جهاز المنتخب الوطني لازم يكون في ثلاثه داخلين مترشحين والناس كلها تشوف، والاتحاد يقول لك انا اخترت دوت عشان دوت افضل من الاثنين اللي كذا وكذا 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 وكذا. ده الاسس السليمه اللي بتتم عليها، ان الناس تشعر ان في معايير جاده جدا للتقييم. بالنسبه للاجهزه الفنيه برضو انت بتجيب مدربين فشلوا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه مع مع الاتحاد الكوره، يعني انت مش بتجيب، طب انت هتدي، طب انت دورك مع المدربين اللي طالعين دلوقتي ايه؟ طب ما تشوف وجوه جديده يا عم، يعني انت بتجيب ناس فشلوا مره واثنين وثلاثه وبتزودهم علينا ليه؟ يعني ليه بتفردهم علينا؟ ازاي نغير ده؟ يعني ازاي ما نكتفيش بمرحله نقد وصراخ في الوسط الرياضي في الفتره دي في مصر ان في مشكله وان في خلل وان كان في اهمال او اخطاء في التقييم او مجاملات الى اخر هذه الامور، ونرجع لنفس الطريقه في العمل في الفتره الجايه؟ ازاي يبقى في تغيير حقيقي يؤدي الى اثار ايجابيه او تكون له اثار ايجابيه على تطوير الكوره في مصر؟
دي موضوع كبير. اولا يعني المفروض كل العناصر اللي فشلت ما تظهرش على الساحه تاني، استعانه بوجوه جديده، وعندنا الحمد لله وجوه جديده وشابه وعندها الخبره وعندها تاريخ في مجال الكوره ومجال اللعبه وعندها خبره علميه وعندها كل المؤهلات اللي بتاع. يعني الوجوه الجديده موجوده، بس احنا عايز يعني ايه نطلعهم كده ونبرزهم. عايزين يبقى في شفافيه في كل حاجه. التطبيق هيتم ازاي؟ يعني اول شرط حضرتك قلت بعض الوجوه لا تظهر على الساحه مره اخرى. طيب احنا بنتكلم عن زملاء يعني في الوسط الرياضي. عفوا هوضح لحضرتك سؤالي عشان نوضح نقطه اكتر. عايز افهم رؤيه حضرتك اكتر. احنا امام واقع، بعض هذه الاشخاص او بعض المسؤولين في اتحاد الكره نجوم في وسط الرياضه او في الاعلام الرياضي، ونجوم كبار سابقين في عالم كره القدم المصريه، ولهم شعبيتهم، لهم جماهيريتهم، حتى لو في سخط عليهم او غضب من النتائج الاخيره ومن شغلهم خلال كاس الامم وكاس العالم. فاحنا امام واقع، بعضهم قد يعيد الترشح او يفكر في الترشح مره اخرى للانتخابات، كيف امنعه لو كان الدستور بيكفل له ده؟ يعني ازاي التغيير يبقى واقعي يا استاذ عادل وليس نظري؟ ان الناس بتقول كلام لكن الواقع ممكن ما يحققش. ده اكيد، وده ممكن لا يحصل لو ما تحددتش قواعد واسس جديده. هتلاقي نفس الوجوه في الانتخابات اللي جايه وهينجحوا، والجمعيه العموميه بتاعتهم والجمعيه العموميه هم اللي ماسكينها كلها، لان اللي كان بيحصل فيها كل واحد ماسك له حته زي ما بيقولوا مكونه كده، ولوبي من 20 30 صوت من هنا و20 30 صوت من هنا، دول بينجحوا. احنا نبص بالواقع كده، دولت لو احنا قلنا دولت قدموا ايه للكره المصريه؟ امسك اتحاد الكوره عمل ايه للكره المصريه؟ ممكن حضرتك تجاوبني؟ لا انا بسمع الاسئله، الجمهور هو اللي جاوب حضرتك. لا يعني ايه الانجازات اللي عملها الكره؟ ايه التطوير اللي عمله؟ يعني بعض الناس لو بنفكر بعقليه المستمع او المشاهد اللي بيتابع حضرتك دلوقتي هيقول ابسط حاجه، الناس اشتغلت وقدرنا نصعد لكاس العالم، ودي ده امر اخر مره يعني استمتعنا بالوصول لنهائيات كاس العالم كان سنه 90. هيقولوا احنا وصلنا مره تانية مع الاتحاد ده، وانه نافس في كاس الامم الاخيره مع كوبر لحد الفاينل. ده هيبقى اول الدفوع اللي هيستخدمها اي حد بيتكلم من اعضاء مجلس اداره الاتحاد او من ينوب عنه، هيفكروا كده وهيقول ده بالارقام. طيب حضرتك ترد عليه تقول له ايه؟ لو قلنا كده يعني شوف كده هتلاقي دول اقل من مصر كتير قوي وصلت لكاس العالم. يعني ده مش احنا انجاز بالنسبه لنا ليه؟ لان احنا محرومين من وصول لكاس العالم يعني، او بنروحه كل شويه. لا وظهورنا كان هزيل فنيا هناك، احنا خسرنا ثلاث ماتشات يعني. انت وقعت في مجموعه للاسف كانت مجموعه جميله، فرصه بنسبه كبيره ان نتخطى الدور الاول، انت تخش كان ادائنا محبط يعني جداً. يعني لو انت عايز يعني لو انت عندك شيء من الطموح كنت ممكن تعدي. لكن الاتحاد ده هو فاشل في اعداد المنتخبات الوطنيه، فاشل في مسابقاته، والدليل اللي احنا بنلعب الدوري العام لحد دلوقتي ده فشل كبير جدا، فاشل في كل لجانه، لجنه مسابقات فاشله، لجنه حكام دمرت التحكيم، لجنه شؤون اللاعبين ما عندهاش بتدور على المصالح والبيزنس من وراء اللجنه. لا اتحاد لم يقدم اي جديد للكره المصريه، بل بالعكس احنا تدهورنا ورجعنا لورا. احنا لما وصلنا للبطوله اللي فاتت يعني وصلنا وما كناش راضيين على اللي وصلنا مع كوبر، وكنا بنهاجم الراجل نقول طريقته دفاعيه، بس احنا احترمناه اللي هو عنده فكر بيطبقه سواء دفاعي او هجومي. دلوقتي الناس لما بتقارنهم فنيا ببعض بيقولوا كفه كوبر ارجح افضل كتير من اجيال. بالظبط. ليه؟ لان لازم تحترمه ان راجل بيلعب بطريقه. انا والله في الامم الافريقيه دي ما تعرفش احنا بندافع ولا بنهاجم. طيب هل نجومنا قدوا ما عليهم في البطوله دي؟ يعني استاذ عادل النهارده في خلاف كبير قوي على حاله النجوم في البطوله. كان اكبر ثلاث نجوم قبل ما البطوله تنطلق بالتاكيد محمد صلاح وساديو ماني ومحرز. بعض الناس في جدليه كده موجوده، ناس على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا بتهاجم النجم محمد صلاح، ناس ثانيه تقول يا جماعه محمد صلاح ده اكبر نجوم مصر حاليا في كره القدم او في الرياضه والاشهر حاليا عالميا من الرياضيين المصريين، وناديه بيكرمه وبيزود قيمته التعاقديه وبيخليه اللي اغلى لاعب في التعاقد في البريمير ليج الى اخر هذه الامور، وانتم بتهدموا في اللاعب او بتهاجموه. ايه الراي اللي حضرتك شايفه موضوعي في اداء محمد صلاح في البطوله؟ هل كان مطلوب منه يشيل المنتخب ده لوحده بعيوبه الفنيه بعيوب الجهاز الفني، ولا هو ما قدرش يشيل المنتخب ده لوحده، ولا المنتخب ده ما ساعدوش ولم يجد منه الدعم الفني اللي بيلاقيه في فريق ليفربول من زملائه في الملعب؟ فين الراي اللي حضرتك شايفه دقيق شويه؟ لا انا شايف ان محمد صلاح مظلوم تماما في البطوله دي. لعبه كره القدم مش لعبه فرديه، مش هيلعب لوحده،
لازم يكون معاه على الاقل خمسه سته حواليه بيساعدوه. محمد صلاح لو تشوف ما كانش بحد بيعرف يمرر له تمريره واحده طول 90 دقيقه بيضطر بيرجع لورا. لا محمد صلاح مظلوما تماما، وللاسف ان هو تعرض لهجمه يمكن من بعض الميديا الخاصه باتحاد الكوره عشان يحولوا دفه الفشل من اتحاد الكوره على محمد صلاح لوجوده في مع المنتخب. هو الحقيقه الجدليه كمان زي ما حضرتك بتقول ان فكره القاء التهم او اتهامات متبادله بين بعض اللاعبين بعيدا عن محمد صلاح طبعا، بعض اللاعبين وبعض عناصر الجهاز الفني امر مؤسف. يعني المفروض انه حتى بعد النهايه لو في فشل بيتحمله الفريق ده بجهازه الفني بالمسؤولين في الاتحاد كوحده واحده اشتغلوا مع بعض. اما فكره القاء الاتهامات على بعضنا البعض كفريق واحد كان بيشتغل مع بعضه ده امر لا. امر غير مقبول على الاطلاق. وحضرتك قلت كده اكيد اكيد يعني. وبيسيء تماما، بيسيء لينا، بتزود المشكله يعني مش بتسهم في حلها. يعني بيكون مدرب يركل تهمه على لاعب وبعدين لاعب وانا ما اعرفش ده دوره ايه في الجهاز الفني بالزبط. ودي مسؤوليه فلان مش يعني الناس بس دي تديك صوره ان ايه؟ ان مفيش منتخب، مفيش فرقه، مفيش كيان من جوه. اما يكون عندك كيان بس مثلا في حاجه اجمع عليها اكتر من حد، سواء نقاد رياضيين او بعض اللاعبين السابقين من نجوم الكره في مصر وواحد من اعضاء الجهاز الفني بعد خروجنا من كاس الامم، ان الكل قال ما كناش عارفين ايه الجوب ديسكريبشن بتاع سلجادو او بيشتغل في المنتخب او ايه توصيف وظيفته الفنيه في الجهاز. دي حاجه الكل اجمع عليه، والكل قال ان هو ايه الجهاز ده كله، يعني ايه العدد ان هو شغال في وكيل لاعبين وسمساره وبتاع ودور ان هو بياخد اللعيبه مضيع عنده واللاعب اللي هو ما الحاجات دي اللي عايزه واقفه بقى الحاجات يعني دي اللي عايزه واقفه. احنا يعني لما بنصرف ازاي وبنقيم ازاي احنا لو بنصرف الفلوس فين؟ لو احنا في اتحاد كوره حريص على سمعته وفي الكلام ده كله حصل، وفي مش مفروض كان منتخب يطلع مؤتمر صحفي قبل ما يعلنوا اصل الاستقاله دي هروب. واعتقد ان يعني انا كنت اتمنى ان وزير الشباب والرياضه يرفض الاستقاله ديت، لكن لازم كان لو هم بيحترموا الجماهير وبيحترموا الجمعيه العموميه اللي جابتهم كان يحصل قبل الاستقاله مؤتمر صحفي والمجلس كله قاعد ويرد على الاتهامات ديت ويوضح الفتره اللي فاتت دي ايه اللي حصل فيها وبعد كده يقدموا السؤال. بلاش حتى نقول اتهامات، يرد على التساؤلات اللي يعني هتتوجه له من الصحفيين والاعلاميين والراي يعني. لكن هو هرب هو بعد الماتش طبعا. الخروج دي كارثه يعني، كارثه عند الجماهير وحاله احباط كبيره اللي انت تخرج على ارضك في بطوله من دور ال 16. ف لا هو كان امر محبط فنيا ما كانش. واعتقد انه اكبر مفاجاتين في البطوله فنيا هو خروج مصر في المقام الاول اللي الكل كان بيقول متوقع مصر في النهائي بما هو معروف من تاريخنا وعلى ارضنا وعناصر التميز وجود نجوم زي صلاح، والمغرب كمان اللي كان الكل بيرشحها قبل البطوله للوجود في المربع الذهبي بالظبط اكبر مفاجاتين. طب خلينا نتكلم عن المفاجات الفنيه وايضا الحصان الاسود للبطوله او اللي فاجئنا بشكل ايجابي انه قدم افضل مما توقعنا، وايضا الفرق اللي وصلت للادوار الاخيره تونس ونيجيريا وايضا السنغال والجزائر اللي هم وصلوا الى المباراه النهائيه وفازت بها الجزائر. هنتوقف مع حضراتكم الان مع فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا الحوار. تدريب المنتخب على بعض تجارب المعايشه مع منتخبات او انديه كبيره في اوروبا ده لازم. على دورات اكثر تقدما في التدريب او يعني اللايسنس اللي هي الاعلى بالظبط مستويات يعني الاعلى ده لازم. من رخصة ده لازم التدريب. تعمله يعني انت لو انت هتعتمد على اولادك بقى يبقى لازم تشوف اربعه خمسه عينك عليهم، بس اربعه خمسه صح يعني بدون مغاملات ومحسوبيه. لا انت شايف ان ده انا بيبلغوني وانا بسمع حضرتك زملائنا في الكنترول انه تم الاعلان عن انهاء التعاقد بين الاتحاد المغربي لكره القدم وهيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، وده كان طبعا مثار جدل الفتره اللي فاتت، وكان اتفق المسؤولين في جامعه كره القدم المغربيه ده بيطلق الاسم ده على الاتحاد المغربي لكره القدم وبين هيرفي رينار ان هم اتفقوا على عدم الادلاء بتصريحات الى حين ان تتضح الرؤيه، ده خلال الايام اللي فاتت. وبيخبروني زملائنا دلوقتي ان هم انتهت وده كان من ضمن الاسماء اللي هو مطروح بشده لتولي تدريب المنتخب المصري. وهو مدرب مش وحش على فكره، مدرب عمل انجازات مع زامبيا، عمل انجازات مع كوت ديفوار، عمل انجازات مع المغرب. المغرب ما كانش عندها فرقه، هو عمل فرقه. يعني برضو انا مش عايز احط في مقارنه ما بين المدرب المصري والمدرب طب حضرتك الأجنبي. بتفكر ازاي كناقد رياضي كمشجع مصري كمان قبل ما تكون ناقد رياضي فاسهم هيرفي رينار لتولي تدريب منتخب مصر بعد خروجه المبكر والمفاجئ من البطوله دي، هل الحسابات اتغيرت ولا لا؟ لان اسهمه كانت اعلى من كده متهيألي قبل خروج المغرب بالشكل ده من البطوله.
هو اكيد اسهمه قل شويه، لكن انت سيبك من الاسهم دلوقتي، انت بتقيمه هو مدرب ولا مش مدرب، انجازاته الفرقه مع الفرقه، الكل بيجمع انه الفرقه عامله ايه. الماتش اللي خسرته المغرب، اعتقد ان المغرب نزلت مستهانه جدا بالخصم، كان في نوع من التعالي. وبعدين المدرب الاجنبي لما يجيب واحد زي ده مش عايز لوحده، عايز جهاز فني يقدر يوجهه، حتى يقول له الصح ايه، او اللاعب المصري بيفكر ازاي. يعني هو بعيد عن الكره المصريه تماما، فعايز واحد مخلص يعيشه في لحد ما يقدر يتاقلم على الموضوع. عايز مدير كوره يقدر يعني يعمل له المعسكر بتاع المنتخب على اعلى مستوى، مش يعمله مسرح ومول لكل من هب ودب يدخله. الجهر كان بيعمل معسكرات اسمه محمد، والله اشبه بسكنات عسكريه ما تقدرش تدخلها، لان الله يرحمه كابتن جوهري كان شخصيته قويه يعني جدا. ما انا بقول لحضرتك يعني سيطرته الكامله على الامور يعني، حتى يقال عن مكافئات اللاعبين بالتنسيق مع اتحاد الكوره انه كان يفضل ان كل شيء يتم بعلمه بموافقته، امتى اصرف المكافئات وامتى لا، وامتى الامور تنتظم وامتى لا ماليا واداريا، يعني انه يقول التفاصيل كلها معاه. اكيد، وعشان كده الجوهري من المدربين اللي عمره برضو نقله في الكره المصريه. انا هتكلم معاك بصراحه، قبل عصر الجوهري ما كانش فيه حاجه اسمها كره مصريه، رغم ان كان فيه مواهب ما جابتهاش الكره المصريه في فتره السبعينات والستينات واوائل الثمانينات. ايه الفرق الجوهري اللي عمله الكابتن الجوهري؟ الجوهري عمل دخل شغل الاداره في الكره المصريه اللي كان نفسه. حضرتك كنت تفتكر لما كنا بنستعد للمغرب في تصفيات كاس العالم، وكنا بنتمرن في استاد القاهره بالاخضر والاحمر، ونجيب ويحضر تمارين 60 و70 الف متفرج، وهي مجرد تقسيمه وبتاع. الكره اتغيرت، الكره مش كيمياء صحيح، لكن عايزه فكر منظم، وعايزه اداره قويه، وازاي تقدر تهيئ الظروف دي كلها لصالحك. ده الجوهري اللي كان بيعمله. الجوهري كنا بنلعب ماتش في انجولا في تصفيات كاس العالم اعتقد في 92 يمكن، وكانت انجولا فيها حرب اهليه، وشفنا وعدونا في فندق يبعد عن العاصمه يمكن حوالي 40 كيلو، حسينا ان احنا مقطعين عن العالم. جهري قال لي كابتن سمير عدي ساعتها، انا مش هنام في الفندق ده، انزل دلوقتي شوف اي فندق تاني وغيره. والله في ظرف 3 ساعات بمساعده السفاره المصريه هناك كان اتغير الوضع تماما للاحسن. لا، جهري كان الله يرحمه كان عمل كتير قوي للكره المصريه، ويمكن ليه الفضل اللي احنا وصلنا ليه دلوقتي. لو فيه طيب يبقى الفضل. قبل ما نقفل ملف الحديث عن المنتخب، عايز حاجتين حضرتك تقول لي المطالب اللي بتشوفها في الفترة الجاية ضرورية لتطوير الكورة، عناوين سريعة جدا. إيه اللي مطلوب نعمله في الفترة الجاية، سواء فيما يتعلق بانتخابات اتحاد الكورة، بإدارة منظومة كرة القدم في مصر، بالترتيبات الفنية الخاصة بالمنتخب، مين بقى أفضل العناصر اللي تستحق التواجد، والجهاز الفني القادم، عايز تقول إيه عندها يا أستاذ؟ طيب، إحنا الأول على التنظيم، أولاً اختيار المدرب الوطني دلوقتي، المدرب المنتخب الوطني ده شيء من يعني شيء سخيف. إزاي أنت الأسماء المعروضة دي، أعتقد إن مفيش حد ليه سلطة ان هو عين مدرب منتخب الوطن، حتى لو وزير الشباب والرياضة، ده لازم دي سلطة خاصة لاتحاد مجلس اتحاد الكرة اللي هو هيجي يتولى الامور. احنا دلوقتي عندنا تصفيات امم افريقيا اعتقد هتتعمل في نوفمبر، اهم حاجة انتخابات تقام بنزاهة وشفافية، جمعية عمومية تبقى واعية وتشوف العناصر الصالحة لإدارة الكرة المصرية في الفترة اللي جاية دي ايه، وده مهم جدا، لان الجمعية العمومية ديت لو مش صالحة يبقى هتسبب وباء للكرة المصرية في الفترة اللي جاية. عايز يكون في عندنا رؤية مستقبلية للمدربين، للمسابقات، لتطوير التحكيم، لكل عناصر اللعبة، عشان خاطر احنا رجعنا لورا قوي في الفترة اللي فاتت في عناصر كتيرة جدا كنا قطعنا فيها شوط للأمام. لكن اعتقد في الموسم دوت كان من أسوأ المواسم في تاريخ الكرة المصرية، واعتقد ان عامر حسين لو قبل ان هو يتولى الامور تاني يبقى هو بصراحة يعني ليه مصالح لكده، لان هو ادارته لمسابقة الدوري العام السنة دي كانت سيئة جدا،
رغم كل اللي بيتقال وكل الحاجة. لكن طيب أستاذ عادل، عايز تقول إيه لكل من قدم جهد لنجاح هذه البطولة وخروجها بهذا الشكل، بدءا من المسؤولين في الدولة، القيادة السياسية للدولة والقيادات والأجهزة اللي كانت معنية بالتأمين والترتيب والتنظيم والتمويل، كل شيء زي ما حضرتك قلت وفرته الدولة وخرج بأفضل شكل ممكن الحمد لله حتى اللحظة الختامية في هذه البطولة، ومرورا بالشباب اللي تطوع لتقديم شيء لبلده، والجمهور اللي التف حول البطولة لنجاحها حتى بعد خروج المنتخب. أولا بنقدم الشكر للقيادة السياسية، لولا الدعم والمساندة من القيادة السياسية ما كانش البطولة دي ليها وجود على الساحة الرياضية في الوقت الحالي. الحكومة المصرية قامت دور كبير جدا في توفير كل الإمكانيات لتطوير الملاعب وإعداد بنية تحتية، طرق، مواصلات، استضافة، كرم ضيافة. ده الدور، والشكر الكبير لقوات الامن المصريه لان قامت بدور كبير جدا طبعاً في تامين البطوله بالشكل الكبير ده. احنا ما كناش حاسين ان في بطوله يا جماعه، يعني في جماهير جايه، انت جالك يمكن فتحت خط طيران مباشر سرب من الطيارات بينك وبين الجزائر، ما حسيتش بحاجه، ما حسيتش ان في مشكله حصلت في الطرق، ناس ما حسيناش باي حاجه خالص. ده يدلك على نجاح البطوله، نجاح البطولة مخصصة كل الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية والفريق العمل اللي قام البطولة دي بعيدة عن اتحاد الكورة، لأن الخدمة الوحيدة اللي قدمها لنا اتحاد الكورة في البطولة إن هو بعد تماما بكل أعضائه عن لجان البطولة وتنظيمها. ما بس رئيس الاتحاد المهندس هاني أبو ريدة قال إنه مستمر في عمله في اللجنة المنظمة للبطولة حتى تنتهي، ده كان امر او تصريح مصحوبه باستقالته بعد الخروج منه. يعني هو ممكن نقول رئيس شرفي، لكن كان فيه يعني عناصر جاده وبتعمل من وراء الستار، كانت هي السبب في نجاح البطوله بالشكل اللي اسعدنا جميعا. حضرتك بتتمنى اتاحه فرص اكبر لشباب وكوادر متميزه ظهرت امكاناتها زي محمد فضل وغيره من الفريق العمل والله المتميز اللي كان في البطوله في الفتره زي الفل، بس ادوهم الفرصه وادوهم العمل وهم ينطلقوا سواء في اداره اتحاد الكوره او في لجان اتحاد الكوره، لان اللجان هي سبب بوظان اتحاد الكوره. طيب هنتكلم عن المسابقه، مسابقه الدوري العام. حضرتك عايز تقول ايه عن المباراتين القادمتين، النادي الاهلي وحديث لساره المدير الفني عنها، هي مباريات الحسم، دي مباريات البطوله، المقاولون العرب يوم الاربعاء ان شاء الله والزمالك يوم الاحد القادم، شايف المباراتين دول ازاي؟ انا شايف ان البطوله مش هتتحسم الا في ماتش الاهلي والزمالك الاخير، هو دوت الماتش اللي هيحسم البطوله واعتقد ان هم الفريقين سواء الاهلي او الزمالك هم الاحق، زي ما قلنا السنغال والجزائر هم الاحق بالوصول للفاينل، فاعتقد برضو ان الاهلي والزمالك هم يعني الاحق بالوصول الى الاخر مرحله للحصول على البطوله. انا شايف المباراه هتبقى صعبه، واتمنى انها تقام بجماهير، يا ريت حتى يعني يكون في فرصه من الجهات المعنيه. اتمنى ان الاستاد يمتلئ بجمهور. يعني احنا خلاص احنا جربنا في بطوله امم افريقيا بقى، مش عايزين نرجع للمنظر الوحش يا استاذ محمد. منظر يعني حضرتك هل بتقول دلوقتي يا استاذ عادل انه خوض مباراه الاهلي والزمالك القادمه قمه الدوري وختام الدوري الممتاز بجمهور محدود او بدون جمهور خطوه للخلف بعد النجاح الكبير اللي حصل؟ يعني انا على الاقل لو سمحنا لكل فريق ب 10,000 متفرج اعتقد هتبقى خطوه كويسه قوي نبني عليها بقى، لان احنا شفنا جمال الملاعب كانت ازاي في امم افريقيا، ونبقى بنستفيد من قوه الدفع بتاعه الحضور الجماهيري والشكل وجمال حضرت وتعلمنا، وبرضه نمشي بنفس النظام بتاع التذاكر اللي حصل. اعتقد ان ده هتدي. حضرتك عايز تطبق منظومه تذكرتي وكل التفاصيل الخاصه بالحجز رقميا؟ ممكن مع تسهيل في الاجراءات شويه، يعني ممكن برضه نفكر مع تسهيل في الاجراءات شويه، بحيث ان برضه احنا عندنا لسه مشجع كوره مش على درايه كامله بالنت ولا، فاعتقد برضو لو سهلنا لهم الموضوع شويه ممكن الموضوع يبقى اكثر نجاحا. طيب فنيا شايف ازاي النادي الاهلي بعد ما ركز خلال فتره توقف الدوري وخلال مسابقات او مباريات كاس الامم الافريقيه 2019 على المعسكر الاوروبي في اسبانيا، واللي ردود الافعال له طيبه جدا عند الجهاز الفني واللاعبين؟ انا اعتقد شفت مباراه حتى مع الفريق الانجليزي ده، كان نيوبورت المساواه كان لحد ما كويس بالنسبه لفتره اعداد.
اعتقد برضو ان الاهلي طبعا هو هيكمل البطوله باللعيبه، ما فيش صفقات جديده هتكون موجوده. استفاد جدا من فتره المعسكر دوت، واعتقد انه هيكون ليه مردود كويس ان شاء الله في المباراه اللي جايه. تتمنى ايه لمنظومه الاحتراف في مصر وتطبيق انديه المحترفين وما ينادي به النادي الاهلي على مستوى الانديه في القاره الافريقيه وعلى مستوى الانديه المصريه في المسابقات المحليه، بدء تفعيل منظومه احترافيه او اكثر احترافيه في اداره امور كره القدم؟ ده اللي بيناقشنا دلوقتي حاليا. لو في اداره محترفه لكره القدم ما كناش وقعنا في المشاكل دي. المشاكل اللي احنا بنقابلها دي ايه؟ مشاكل في التمويل، في التسويق، باستثناء الاهلي والزمالك كل انديه الدوري ما عندهمش فكر احترافي ازاي في تسويق لعيبته، في تسويق الملعب، في تسويق فانيلته. كله بيعتمد على اللي بيجيله من سواء من الشركه الراعيه، لكن كفكر خاص يمكن اللي سابق عصره في الموضوع دوت النادي الاهلي في المتعه، لان النادي الاهلي عنده رصيد سنوات سابقه خاصة مع كابتن حسن حمدي، اللي يعني هو اللي بدأ الإدارة المحترفة بشكل حقيقي مع الأندية المصرية. طيب إيه اللي بينقصنا عشان نقدر نطبق ده؟ النادي الأهلي بينادي بتطبيق هذه المنظومة وإن كل شيء ياخد الطابع الاحترافي والشكل البروفيشنال الحقيقي في عالم إدارة كرة القدم من ناحية شركات كرة القدم ولجنة أندية المحترفين اللي بتدير أمور المسابقة وبتوزع بينها أرباح هذه المسابقة، شأن الدوري الإنجليزي أو زي البريمير ليج كده. حضرتك تعلم من وقت المؤتمر الصحفي اللي بدأ به النادي الأهلي هذه الدعوة في 2008 و2009، ايه اللي احنا ممكن يعني ايه العقبه اللي واقفه امام تحقيق هذا الهدف؟ العقبه اللي احنا ما حققناش حاجه خالص. يعني انت عندك لجنه انديه محترفه دلوقتي بتدير الدوري، هو مين اللي بيدير الدوري؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره لجنه الانديه بتعمل ايه؟ ما لهاش اي دور. لجنه الانديه المحترفه فين؟ ما فيش اي حاجه خالص. حتى لو انت عملت انت ممكن ما تبقاش قادر على اذاعه مبارياتك، بيبقى مجبور عليك ان انت تذيع مبارياتك لقناه معينه. يعني ما بيدكش حتى حريه التسويق المباريات بتاعتك، لا يقول لك بيتدخل في الناحيه الامنيه. انا اتمنى ان نبعد، الدوله تبعد تماما عن كره القدم بما فيها النواحي الامنيه. النادي يبقى هو المسؤول عن مبارياته في كافه في من كل شيء، هو اللي يتحمل نتيجه، حتى نتيجه جمهوره، نتيجه شغب جمهوره هو اللي يتحمله. لو حصل حاجه من جماهيره يبقى خلاص النادي ده يتعاقب، لكن العقاب الجماعي دوت اعتقد اضر كتير بالكره المصريه. خطوه التنفيذ تبدا منين؟ المبادره، من هو الذي ياخذ المبادره؟ الدوله دلوقتي هل مطلوب منها بعض القرارات الخاصه باداره امور كره القدم واعاده صياغه منظومه الاحتراف في عالم اداره كره القدم؟ مين صاحب القرار؟ لا ده اكيد الدوله. في الوقت اللي احنا فيه دوت لازم يكون الدوله هي صاحبه القرار للتطوير دوت، لكن لان الانديه الوقت بما فيهم اتحاد الكره ما يقدرش. بس انا شايف ان شاء الله يعني في يعني يمكن الموسم الجاي هيحصل شيء من التطوير، لكن مش التطوير اللي احنا بنأمله، لكن هيبقى في خطوه للامام افضل كتير. في ايه يعني ايه شكل التطوير اللي حضرتك بتتمناه حتى لو بقيت الامور كما هي وظلت المسابقه في الموسم اللي هيبدا قريبا ان شاء الله تحت مظله او تحت اداره اتحاد الكوره؟ ايه بالرغم من بقاء المسابقه في مظله اتحاد الكوره وعدم تطبيق لجنه انديه المحترفين وادارتها للبطوله اللي ممكن يتحسن في البطوله شويه؟ يعني انا برضو شايف ان لازم يكون في لوائح خاصه بالبطوله دي عشان تتسوق صح. لازم يعني تمشي صح في كل حاجه. يبقى في اللوائح اللي بتبدا بيها تنهي بيها. ما انت ما ينفعش تبدا بلوائح وفي نص الدوري تغيرها. ما تنفعش تقول حاجه وترجع تغيرها في نص البطوله. لا يعني اتمنى ان يكون في دوري مظبوط محطوط لوائحه من قبل المسابقه، مواعيده متحدده تماما، بيبدا امتى بينتهي امتى. كل الحاجات دي لو ضبطتها وعملتها صح هتقدر تسوق صح وتتنقل لمرتبه افضل من اللي انت فيها بكتير. هختتم هذا الحوار بايضا لو عند حضرتك امنيه او مطلب لمنظومه الصحافه الرياضيه والنقد الرياضي والاعلام الرياضي في الموسم القادم، لو كل واحد فينا وكل قطاع بيدور يخلي الامور افضل ازاي في الوسط الرياضي وفي اداره امور الرياضه وكره القدم في مصر، ايه المطلوب؟ أنا أتمنى إن الإعلام الرياضي يكون أكثر حيادية وعدالة. يعني أنا ما عنديش مشكلة في الألوان، لا، بس أنت عايز تبقى
اعلامي في قناه النادي الاهلي تبقى اعلامي في قناه النادي الاهلي، يبقى من حقك اللي انت تدافع عن وجهه نظر او تتكلم عن وجهه نظر الأهلي نادي الاهلي في نادي الزمالك كذلك، في اتحاد الكره كذلك، لكن ولكن وفقا ايضا لمعايير واخلاقيات أكيد وقدر حد ادنى مطلوب، المعايير دي مطلوبه جدا، التزام بمعايير مهنيه معينه. يمكن الاعلام افه من افات الرياضه المصريه في الوقت الحالي للاسف الشديد، وان هو سبب مشاكل كثيره. لو قدرنا ظبطنا الاعلام الرياضي هنظبط حاجات كتير قوي على الاراضي المصريه عموما. ان شاء الله الموسم القادم يكون افضل بعد ختام هذا الموسم، ونتمنى ان تكلل جهود فريقنا طبعا الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بحصد بطوله الدوري العام، البطوله المحببه او المفضله لجماهير النادي الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر، من خلال الحسم ان شاء الله لو وفقنا في الفوز في اللقاءين القادمين امام كل من المقاولون العرب، ثم مباراه القمه امام الزمالك مساء الاحد القادم ان شاء الله. بشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عادل امين، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكر حضراتكم على المتابعه، نهايه هذا اللقاء، وبشكر ضيفي الكريم الناقد الرياضي الاستاذ عادل امين. ابقوا معنا، فقراتنا مستمره بعد الفاصل، زميلي العزيز عمر ربيع ياسين مع واحد من نجوم المنتخب الوطني والنادي الاهلي والكره المصريه سابقا الكابتن اسامه عرابي.